بعد نشر رسالتي الموجهة لحسن نصر الله رئيس حزب الشيطان في لبنان، الظاهر أن الرسالة اللي كشفنا فيها زيفهم وأكاذيبهم ودعم الحرس الثوري والحوثيين الخونة أثرت فيهم وازعجتهم، فتلقيت الكثير من رسائل التهديد والوعيد بالقتل، وأظهروا حقدهم وكرهم لبلد الكويت والمملكة العربية السعودية. الحين سأكشف لكم عن التسجيل الصوتي لأحد عبيدهم المنتمي لهم، فاسمعوا هذا التسجيل الصوتي. اسمع يا الملا يلي مسوي لي نفسك دكتور، انت انسان السيد حسن، ولو السيد حسن كانوا الامريكان والله يرحم صدام حسين. روح روح انت والسعودية مالتك هذول، انا بجيك بطراد الكويت عليك وعلى السعودية مالتك. خلنا اشوف سفارتك هنا الكويتية شو تسوي. وهذا السيد حسن هذا 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 جد الرسول، انت منو جدك انت؟ والله صدام ما نقصر فيكم. ردي ليس على هذا الذنب، لكن الرد على رؤوس الشياطين في الحرس الثوري. اقول لهم الكويت والمملكة العربية السعودية اشقاء، واللي يمس السعودية يمس الكويت، واللي يمس الكويت يمس السعودية. وذكركم بمقال سمو الأمير أبونا الشيخ صباح الأحمد، إنما يمس المملكة العربية السعودية الشقيقة يمسنا. لذلك أقول لحسن نصر الله، الكويت والسعودية سيوف على رقابكم ورقاب كل الأعداء. أما التهديد الموجه لشخصي فردي على أسياد حسن نصر الله، في القريب العاجل لن يتواجد حزب الشيطان في أي بقعة في الأمة العربية والإسلامية، وسأستمر في كشف الحقائق رغم التهديدات والإغراءات.